الشخصيه لو متوزعه صح كان كل واحد شاف شغله عدل، ما في مشكله، ما في مشكله. حاضر، انا بالنهايه سويت اللي علي وسويت شغلي، اوكي حاضر. مشكور مشكور يا ابو سند، بالعكس، سلم سلم، هلا بالغالي. اذاني ابو سند، اذاني حبيبتي. اسف، انا ادري ادري ان انت ما تحبين بالبيت نمسك تلفوناتنا وتحبين نتكلم مع بعض دايم، بس تخيلي من المصافط والريال يقرق علي، ركبت سيارتي هم ردق مره ثانيه. يا حاوي حو قرقه هذا ابو سند. منى ايش فيك؟ في شيء مضايقك؟ اسال نفسك. سند قايل لها شيء؟ شكو ابو سند؟ وينك؟ سمية يمك؟ ماشي، انطرني بالمنطقة المحايدة. سلام. سل نفسي. بالصبر يا هو حيلك بالصبر. زين وش صارت علي؟ راحت ونامت وقالت اسأل نفسك وخلتني. وترتني لما قالت اسأل نفسك، ما ادري شلون يعني رساني الربط. يعني انا قاعد اتذكر، هل انا في مره غلطت عليها، زعلتها بشيء؟ عصر مخي ماكو. شوف يبا، هذين سوالف الحريم عندي صدق اعرف لهم انا، ياما وياما عرفت. ترى كل هاللوية هذه عشان يمكن بس ناسي عيد ميلادها. ايش فيك؟ لا قاعد خليني اشك بقدراتك. انت مو قبل شهرين حاضر عيد ميلادها وكنت موجود، سويت رقصة مايكل وطحت على الكيكة. صح اذكر، انا بكل مناسبة هذا اسويها. ايه زين، يمكن ناس عيد زواجكم. انت صدقك انت، عيد زواجنا بعد 5 اشهر ما له شغل، وعيد زواجنا انا معاك بيوم واحد. ايه صح، زين ذكرتني والله.